احنا اولا انا لا اعلق على مداخلات ايا كان. ثانيا، الفريق الوطني ملك لكل الجزائريين وليس ملك لاي كان افرادا او مؤسسات. والفريق الوطني صنع افراح الجزائريين كل هذه السنوات، ويحزننا ان فشل، ونسعد كثيرا ونخرج للتظاهر في الشارع عندما يربح الفريق الوطني. وحنا يعني نعول كثيرا على يعني الفريق الوطني في المواعيد القادمه، وننتظره باش نفتك يعني تأشيرة الذهاب الى قطر. وهذه احسن رساله نجيب بها على من يحزنه فوز الجزائر او تسعده خسارته. شكرا.